جايبين لكم اليوم اكبر مكتبه على مستوى ولايه نزوه، بل حتى على مستوى محافظه الداخليه، من ثلاثه طوابق فيها اكثر من 280 عنصر مختلف واكثر من 20 قسم في الادوات المدرسيه والجامعيه. المكتبه هي مكتبه الطموح في ولايه نزوه، حي التراث الشمالي، مقابل مباشره بنك ميثاق. وبما انه مكتبه الطموح عندهم طابق كامل للبيع بالجملة، لا تحاتوا تراهم ضبطينكم في الأسعار. تخيلوا بأنه علبة الألوان هذه بمئة بيسة، أقلام تحديد بأربعة ألوان بأربعمائة بيسة، أقلام فضائية بمئة بيسة. شوفوا هذه المساحة بريحة الفواكه، الحبة بمئة بيسة تأخذ كرتون فيه 36 بريالين، حسابة علمية فيها 240 معادلة حسابية حطولكم إياها بريالين. عندكم قسم العلوم والمختبرات، وهذه أشياء مميزة ونادرة وحصرية في قسم الملفات بمكتبة الطموح. إيش بغيتوا؟ ملفات، أظرف، مساند، حتى بصور 3D. وهذا قسم خاص للرسم والفنون التشكيلية، وهذا قسم متخصص في أدوات مادة الرياضيات، وهذا قسم خاص للملصقات أنواع وأشكال، وهذا قسم كتب اللغة العربية لأصحاب تخصص اللغة الإنجليزية، هذا قسمكم. ما شاء الله بخصوص الدفاتر عندهم تشكيلة واسعة لأنواع وأحجام وألوان الدفاتر. ومن خدمات مكتبة الطموح الطباعة والنسخ والتغليف بجميع أنواعه، وكذلك الخدمات الحكومية الإلكترونية. صعب أشرح لكم جميع الأقسام، ما شاء الله المكتبة كبيرة جدا، فاهمين؟ على فكرة المكتبة مسجلة لدى لجنة الزكاة بولاية نزوة، والناس اللي تبحث هذه الأشياء الكيوتة الجميلة تراها متوفرة عندهم، ومتوفر عندهم تشكيلة منوعة وكبيرة من الأقلام. لأصحاب المكتبات، للبرادات، لمكاتب سند، واللي يريدوا يشتروا بالجملة تعالوا مكتبة الطموح وراح يضبطوكم، وتعال شوف وتشوف.